وينضم إلينا من كوفنتريا سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. سيد رامي أهلا بك على شاشة الغد. نحن نتحدث الآن عن 23 قتيل بالإضافة إلى وجود العشرات من الجرحى وجرحى في هذه العملية. هل تطلعنا على باقي التفاصيل سيد رامي؟ نعم طبعا. صباح الخير. أولا 23 قتيلا هم الآن باتوا من ضمن 225 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين له، قتلوا هذا العام على يد هذا التنظيم الإرهابي. الهجوم وقع في بادية الميادين وتحديدا على طريق محطة التيتو أو المحطة الثانية التي تعرف هي خط نفط كركوك بارياس. الهجوم كان مساء الأمس استهدف الحافلة بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة، أدى الهجوم إلى أن يوقع أكبر خسارة من ناحية دموية من ناحية الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام هذا العام. التنظيم هذا الشهر لوحده شن 3 عمليات دامية. أحد هذه العمليات كانت السيطرة على بلدة في ريف الرقة الشرقي لعدة ساعات، وقبلها كان استهداف قافلة صهاريج نفط في ريف حما الشرقي. طيب يعني سيد رامي هذه العملية ليست بالهينة وربما تحمل في طياتها الكثير من الرسائل. نعم هناك من أعاد حقيقة. دعنا نكون واقعيين، عندما يقوم التنظيم باستهداف قوات النظام بهذه الطريقة وبهذه الخسائر البشرية الدامية، هناك من يريد أن يعيد لنا هذا التنظيم إلى الواجهة من جديد. ليس التنظيم لوحده. من سيد رامي؟ من المتهم الأول؟ قد تكون أمريكا وقد تكون إيران. يعني بالنهاية هناك المستفيد من أن يوقع خسائر بشرية في صفوف قوات النظام. هناك من يعجل انهيار سوريا كبلد الآن لأن الوضع الاقتصادي منهار، ولكن هجمات داعش الدامية الآن هي تؤكد بأن هناك من يعمل الآن على انهيار كامل لسوريا. سوف أتحدث معك بتفاصيل إعادة هذا النشاط لتنظيم داعش، ولكن يعني كان منذ أيام قليلة فقط تحذيرات من قبل الجانب الروسي حول عمليات إرهابية ربما تقام في الفترة أو يجري الترتيب إليها وذلك لإقامتها في الفترة القادمة. هناك صراع روسي أمريكي على الأراضي السورية، هناك صراع إيراني تركي على الأراضي السورية، ولكن بالنهاية سيد الكريم الضحايا هم من السوريين والأراضي المستباحة هي أراضي سوريا. عندما نتحدث عن قوات إيرانية منتشرة في البادية، نتحدث على بعد عشرات الكيلومترات من هذه القوات في البادية أيضا قوات أمريكية، نتحدث شمال هذه المنطقة قوات أمريكية، قوات روسية، قوات تركية، لكن بالضحايا هم من أبناء الشعب السوري. عندما نحن نتحدث عن اليوم عن عدد كبير من الخسائر البشرية في هجمات داعش في البادية السورية أكثر نحو 400، غالبيتهم الساحقة والساحقة جدا من السوريين، أي أن هناك قوات أخرى لماذا لا تستهدف؟ وإذا ما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران المحرك، وإيران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي المحرك، لكن بالنهاية الأرض التي دمرت هي الأراضي السورية والأرض المستباحة هي الأراضي السورية، والضحايا هم من أبناء الشعب السوري بغض النظر إن كانوا موالين للنظام أو معارضين. طيب إذا ما نظرنا إلى هذه العمليات سيد رامي والتحذيرات المختلفة، يعني هل ما زال الخطر قائم؟ هل نتوقع المزيد من تلك العمليات؟ ونتوقع معركة قادمة إذا لم تصل إيران والولايات المتحدة إلى تفاهم بخصوص الحدود السورية العراقية، أو سوف تحرك الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلين سوريين لاستهداف القوات الإيرانية في البادية السورية تحت ذريعة استهداف خلايا داعش النائمة أو المختفية في البادية السورية. طيب سيد رامي هذا النشاط لتنظيم داعش نتج ربما عن إعادة ترتيب صفوف التنظيم بالرغم من وجود نشاط روسي وحتى تدريبات روسية مع الجيش السوري، كانت هذه التدريبات لأول مرة تعقد ليلا، يعني بالرغم من هذا هنالك نشاط. برأيكم ما هو سبب إعادة ترتيب تنظيم داعش الإرهابي لصفوفه؟ لا هناك من أعاده ولم يعد ترتيب صفوفه، هو موجود في البادية السورية، هو متخفي في البادية السورية، نحو 3000 عنصر من داعش في البادية السورية التي تشكل نحو نصف مساحة الأراضي السورية، ولكن هناك من أعاد هذا التنظيم للواجهة من جديد، هناك من مكن هذا التنظيم من تنفيذ عمليات قتل بحق السوريين في البادية السورية. وهنا أنا لدي إشارات استفهام، لماذا لم تتحرك ميليشيات إيران في البادية السورية لاستهداف هذا التنظيم؟ هي تتحرك فقط من أجل نقل السلاح من إيران باتجاه لبنان عبر الأراضي السورية، ولم نشاهد عمليات واضحة لميليشيات إيران ضد هذا التنظيم الإرهابي في البادية السورية. أشكرك، شكرا جزيلا لك السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، كنت معنا من كوفنتري، شكرا.